لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يعني عودا بعد انقطاع وعودا على بدء بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فاز فيه بأعظم الأجر، اللهم آمين. موعدنا بإذن الله عز وجل في دروس التفسير في الآيات من الآية 40 من سورة سبأ وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. انتهينا في اللقاء السابق عند قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الآية يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه يبسط الرزق، يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، لمن يشاء الله ليس لمن يشاء العبد. ما هو لمن يشاء دي تحتمل إيه؟ أن يعود الضمير على الله عز وجل أو يعود على العبد. فالمقصود أن الله، من شاء الله بسط رزقه بسطه له، ومن شاء الله أن يقدر عليه رزقه أي يضيقه قدره عليه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وكلمة عباد تشمل الجميع، وقيل إن كلمة عباد خاصة بالمؤمنين على أساس أن الأولى كانت عامة وهذه خاصة. يعني إيه الأولى؟ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما ذكرش لمين. تمام؟ هنا بيأكد تاني، يا إما تأكيد لنفس المعنى ويبقى كلمة العباد عامة بتشمل المسلم والكافر، يا إما التانية دي مش تأكيد، لا ده تخصيص لحال المؤمنين، لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده ويقدر له، ولذلك جاء بكلمة من عباده وكلمة له لتأكيد ذلك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذن هذا الكلام للمؤمنين، يعني أي شيء تنفقونه في سبيل الله يخلفه الله عز وجل عليكم في الدنيا والآخرة وهو خير الرازقين. طيب هو من الرزاق الحقيقي؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب أمال إيه خير الرازقين ديت؟ معنى خير الرازقين يبقى فيه رازقون آخرون، هذا على استعمال الناس، واخد بالك؟ كان يقول مثلا الخليفة
أو الأمير يرزق الإيه؟ الجيش. يعني يرزق الجيش؟ يعطيهم رواتبهم، مش كده؟ العائل في بيته يرزق أولاده، يعني يطعمهم ويسقيهم ويقوم على شؤونهم والنفق عليهم، تمام؟ فباستعمال الناس، إن كنتم تظنون في أحد الرزق مهما كثر ذلك الرزق فإن الله إيه؟ خير الرازقين. زي إيه يا جماعة؟ زي ملك الأملاك. ملك الأملاك ربنا عز وجل هو ملك الأملاك، صح؟ طيب هو في أملاك برضك باستعمال الناس. الملك فلاني لما يبقى على بلد بيظن إنه كده خلاص، يعني إيه هو وما فيش غيره يعني. فباستعمال الناس الله عز وجل ملك هؤلاء الملوك جميعا. طيب وهو خير الرازقين، يعني لو فرض أن هناك رازقين غير الله وهذا مستحيل، فالله عز وجل خيرهم، هو أفضلهم. يعني حتى لو في حد بيرزق غير ربنا فالله عز وجل أفضل هؤلاء الذين يرزقون، تمام؟ زي ملك الأملاك، لو فرض أن هناك ملوكا غير الله لا 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 لا, لا إيه؟ لكان الله عز وجل أفضل هؤلاء الملوك. وهذا باطل في الحقيقة، هذا في الحقيقة لا ملك إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أغيظ الناس وأقنعهم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك شاها شاه، كما قال سفيان الثوري بالفارسية شاها شاه، لا ملك إلا الله، تمام؟ لا ملك إلا الله. فبرضك وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين. كذلك في سورة الجمعة، وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. واضح جدا كده ان هو باستعمالهم، لان هم قاموا وتركوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب سماع الطبل او التجارات التي جاءت من الشام، فتركوا الخطبة وذهبوا وذهبوا ليدركوا السلع قبل ان تنفذ. فنزلت الآية والله خير الرازقين، يعني لو جلستم تسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم الله خيرا من الذي جريتم إليه وتركتم خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله عز وجل ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني يحشر الناس جميعا. لأن الكلام ده يا جماعة في سياق يا جماعة في سياق مناظرة المشركين قريش. يعني في الأول الصورة لما ربنا كلمهم عن البعث وكلمهم عن الإيمان والكفر وجزاء المؤمن إيه وجزاء الكافر إيه، وجاب لهم نماذج من الإيمان زي داود وسليمان، وجاب لهم نماذج من الكفر زي أهل سبأ، مش كده؟ وبعدين بدأ يتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبعد كده اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يناله من الأذى من المشركين من قريش، وبعد كده جاءت الآية تسلي الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن، يعني ربنا بيقول له يعني ما تزعلش يا محمد، مش انت لوحدك اول واحد حصل معاه هذا الايذاء وهذا الكفر وهذا العناد، لا ده قبلك امم حصل معهم حصل منهم كده تجاه رسلهم وانبيائهم. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، دي شبهه عرضوها، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. الرد على الشبهه دي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده أول رد، إن مسألة المال والأولاد اللي أنتم بتتفخروا بها مش بتاعتكم، ده ربنا هو اللي هو الذي رزقكم بها. طيب بقي جزء في الشبهة، إيه هي؟ افترضوا
أن أموالكم وأولادكم من كسبكم أنتم وليس لله فيها نصيب، وهو محال، لكن هبوا ذلك. فحتى لو كان الأمر كذلك فليس الذي يقربكم من الله الأموال والأولاد، وما أموالكم إيه ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة. إذن فما الذي يقرب إلى الله عز وجل؟ ها؟ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات إيه؟ آمنون. طب والكفار؟ ها؟ يعني أموالهم وأولادهم مش هتنفعهم؟ لا، مش هتنفعهم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب إيه؟ محضرون. بيكرر تاني ويأكد إن بسط الرزق وقبضه أو تقديره أو تضييقه شيء، والقرب عند الله شيء آخر، لا صلة لهذا بذاك، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إيه؟ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه؟ أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه؟ أهانا. مفكر لما ربنا يديله فلوس ها يبقى ده إكرام من الله عز وجل له، كما فعل قارون وغيره، وكما يفعل كثير من الناس في الحقيقة في هذا الزمان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يبقى ربنا ما بيحبنيش ما دام ما ادانيش. تمام؟ فربنا بيصح هذا المفهوم الباطل ويقول إيه؟ كلا، ردع وزجر، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني ليس الميزان عند الله بالايه؟ بالمال. ها؟ ليس الميزان عند الله بالمال ولا بالايه؟ ولا بالاولاد. تمام؟ فالمقصود ان الايات فيها رد على شبه الكفار. فدي شبه ايات، وربنا بيخبر انهم ايه؟ لا، يوم يحشرهم جميعا، خدت بالك؟ ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يبقى دول كانوا بيدعوا عبادة إيه؟ الملائكة. يبقى المشركون ما كانوش بيعبدوا أصنام بس، لا، ده كانوا برضك إيه؟ يعبدون اللي إيه؟ الملائكة، مش كده؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وجعلوا لله إيه؟ من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ها؟ فهم يدعون أنهم يعبدون الملائكة من دون الله عز وجل. تمام؟ يدعون ذلك، أنهم يعبدون إيه؟ يعبدون الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى. في سورة إيه؟ في سورة الإسراء، الآية اللي قبل إيه؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا إيه؟ عظيما. لا. ولا تجعل ما فتلقى في جهنم ملوما محصورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا إيه؟ عظيما. تمام؟ فهم عبدوا الإيه؟ الملائكة من دون الله، ادعوا لله ولدا اللي هم الإيه؟ الملائكة، وقالوا الملائكة إيه؟ بنات الله، يبقى جعلوهم إناثا وجعلوهم بنات لله عز وجل. تمام؟ نعم؟ آخر الصفات برضه فين بتقول إيه الآية؟ ده دي في الزخرف دي. ده دي عن الجن، لسه جايه دي، لسه جايه. تمام؟ هنقولها برضو معانا في نفس الآية. يبقى 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 هم قالوا جعلوا الملائكة إناثا وجعلوا الملائكة ها بنات لله، وادعوا أنهم يعبدون الملائكة إيه؟ من دون الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الخطاب هنا موجه لمين يا جماعة؟ للملائكة. ها؟ ربنا عز وجل بيسألهم: أهؤلاء، همزة استفهامية، وهؤلاء اللي هم عباد الملائكة الذين يزعمون ذلك، أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟
هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يبقى إياكم دي يا جماعة مفعول إيه؟ مفعول مقدم. طب ها ما هو قدم للتخصيص، لكن أين الفعل والفاعل؟ الفعل يعبد صح كده، والواو والجماعة إيه؟ فاعل. خدت بالك؟ طيب يبقى قدم المفعول على الايه؟ على الفعل والايه؟ والفاعل. يبقى منصوب على منصوب على الموضع، على الاشتغال. سبق ان احنا اتكلمنا على موضوع الاشتغال ده قبل كده، خدت بالك؟ اياكم هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، يعني كانوا يعبدونكم. ها طيب ثم يقول ملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، في قراءة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الفرق بين القراءتين إيه؟ الخطاب والغيبة. خدت بالك؟ نقول يبقى ربنا اللي بيتكلم، يقول يحكي الله عن نفسه أيضا، يا الإيه؟ يا الغيبة. تمام؟ ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. طيب يا جماعة من الذي يسأل عن ذلك؟ ها؟ اللي وقع في المصيبة، اللي وقع في الكفر هو اللي يتسأل. طيب فلماذا يسأل الله عز وجل الملائكة؟ تبكيتا، صح أحسنتم، تبكيتا لهؤلاء الكفار وإهانة لهم، وأنهم في موضع الحقارة بحيث لا يستحقون أن يسألهم الله عز وجل. فيومئذ إيه؟ في سورة القصص ربنا عز وجل قال إيه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم الإيه؟ المجرمون. وفي سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة إيه؟ أدخلوا آل فرعون. ما تسألوش دول، ما تحسبوش، ما يستاهلوش يتسألوا. خدت بالك؟ وهذا من عدل الله عز وجل أيضا، فايدة تانية إيه؟ هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل يعلم يقينا ان الملائكه ايه؟ غير راضين بذلك. يعني الملائكه يرفضون الكفر ويرفضون الشرك، ومع ذلك ايه؟ يسالهم، يسالهم. خدت بالك؟ ده من عدل ربنا. وبعدين كما تسال الموءوده، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب إيه؟ قتلت. ما يمكن عملت حاجة، يعني أنت حتى أنت كبشر أما بتحقق في قضية ها بتعمل إيه؟ تسأل كله، الله يفتح عليك. فهنا ربنا يعلم، ومع ذلك مع علمه، فمن تمام عدله أنه لم يؤاخذهم بعلمه ولكن بإقرارهم. واخد بالك؟ فربنا بيسأل الملائكة، خدت بالك؟ حتى لا يظن ظان أن الملائكة إيه؟ راضون بهذا والله لم يسأله. وده دليل يا جماعة، فائدة ثالثة، على شدة الموقف يوم القيامة. يعني ربنا عز وجل قل فلنسألن الذين إيه؟ أرسل إليهم ولنسألن الإيه؟ المرسلين. يا المرسلون سيسألون؟ نعم، بل أشد من ذلك إيه؟ ليسأل إيه؟ الصادقين. ده شهد لهم بالصدق، يعني شهد الله لهم بالإيه؟ بالصدق. ماشي؟ يعني شهد الله لهم بالصدق، ما قالش ليسألهم صدقوا أو كذبوا، لا، ده قال ليسأل الصادقين، يعني الأول شهد لهم بالصدق وهيسألهم عن إيه؟ عن صدقهم الذي صدقوه. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعة الكل يوم القيامة يخاف الله عز وجل، الكل يخاف الله عز وجل، حتى الأنبياء والمرسلون. كل الأنبياء يوم القيامة يقول يا رب يا ربي سلم سلم. خدت بالك؟ ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ونفس الكلام يا جماعة الله يسأله عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يا الله، طب ربنا يعلم إن عيسى لم يقل ذلك ولم يرضى بذلك، لكن يسأله لنفس الفوائد التي إيه سبق ذكرها، تبكيتا للكفار وإيه وأيضا تماما لعدل الله عز وجل، ودلالة على هول ذلك اليوم وذلك الموقف، وأن الجميع سيسأل. ماشي يا جماعة؟ طيب. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ الملائكة يردوا يقولوا إيه؟ لو أنا مكانهم بتسأل هقول لا، لكن كانت إجابتهم إيه؟ أبلغ، لم يقولوا لا ولكن قالوا إيه؟ سبحانك، ننزهك يا ربنا عن ذلك، أن نرضى بذلك أو نقبل ذلك. تمام؟ بل كانوا يعبدون إيه؟ الجن. طب ازاي اذا كان هم بيصرحوا انهم بيعبدوا الايه الملائكه، مش كده؟ هم يعني الكفار بيصرحوا انهم بيعبدوا الايه الملائكه، فازاي الملائكه تقول انهم كانوا يعبدون الايه الجن؟ نقول يا جماعه، من الذي امرهم بعباده الملائكه؟ صح كده، الجن، شياطين الجن اساسا، فبالتالي هم عملوا ايه؟ أطاعوهم. الطاعة هي الإيه؟ هي العبادة. فهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة ولكنهم في الحقيقة يعبدون الإيه؟ الجن، يعبدون الشيطان. هو أبو إبراهيم عليه السلام، على إبراهيم السلام يعني، ماذا كان يعبد؟ ها؟ الأصنام، صح؟ إبراهيم بيقول له إيه؟ يا أبت لما تعبد ما لا إيه؟ يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. خدت بالك؟ وفي سورة الأنعام قال له إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرأ أتتخذ إيه؟ أصناما آلهة؟ خدت بالك؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه إيه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيه؟ عاكفون. سورة الشعراء واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه إذ قال لأبي وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد إيه؟ أصناما. فنظل ودعا ربنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الإيه؟ ومع ذلك يقول له إيه؟ يا أبت لا تعبد الشيطان. ده معناه إيه؟ إن الناس في الجملة فريقان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، فكل من عبد الله وأخلص له التوحيد فهو من أولياء الإيه؟ الرحمن، ومن كل من عبد غير الله فهو في الآخر يعبد إيه؟ عباد الأصنام، عباد الملائكة، عباد الجن، عباد البقر، عباد النار، عباد لا حصر للإيه؟ للعبادات التي تعبد من دون الله، كلها مجملة تحت عنوان واحد وهو إيه؟ عبادة إيه؟ تمام كده؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، لأن الذي أغواهم وأضلهم وأمرهم بعبادة غير الله هو إيه؟ هو الشيطان. تمام؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. يبقى هم تسألوا سؤال يا جماعة، إيه هو السؤال؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يعني أنتم كنتم راضين بعبادتهم إياكم؟ فأول شيء في الجواب تنزيه الله عز وجل سبحانك. تاني شيء في الجواب تأمين أنفسهم بالتوحيد، أنت ولينا من دونهم. واضح كده يا جماعة؟ ثالث حاجة دفع التهمة، بل كانوا إيه؟ واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ شايفين البلاغة؟ دي بلاغة. يعني تنزيه الله عز وجل والإقرار بالوحدانية لله عز وجل والولاية، والثالثة بعد كده نفي التهم، مع إن السؤال كان عليه هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كان الإجابة لا وخلاص.
لكن لا، المقام مقام خوف ومقام ومقام تعظيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن إيه؟ يغنيه. خدت بالك؟ فاليوم القيامة يوم صعب، أصعب يوم، فبالتالي الكل خائف والكل يبحث عن نجاة نفسه. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم إيه؟ مؤمنون، يعبدون الجن. عبادة الجن يا جماعة مصيبة سودة، لأن هي الأصل في عبادة غير الله عز وجل، وهي منتشرة إلى الآن. يعبدون الجن، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها الجن، منتزعة من مجموع الفتاوى تقريبا، فبيتكلم عن تعامل الجن والإنس. شوية ما شيخ محمد لو سمحت، بيقول إن في الأصل أن الجن هم الذين يخافون الإيه؟ الإنس. وبعدين لما كان الإنس ينزلون بالصحراء، فكان أحدهم يقول إيه؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء إيه؟ قومي. فالجن ما تخيلوش، ده كان الجن لما يشوفوا إنسان في حتة كانوا يهربوا وسيبوا له الدنيا بحاله. فالمهم سمعوا مرة واحد إنسان بيقول إيه؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء إيه؟ قومي. فحب الجن إيه؟ يشرب عصير شجاعة ويقترب شوية من الإنس ده، فلقى ما بيعملوش حاجة. حد مسك عليا ولا تمام؟ ما بيعملوش حاجة. اقترب شوية لقى ما بيعملش، شوية ما بيعملش، شوية لقى بيستعيذ إيه؟ بيه من سفهاء قومه. يبقى كده عرف ان الانسان ده خايف، بس برضه هو لسه خايف من الجن، فبدا يعكسه، شاور له كده واعمل له خيالات وبتاع، بدا الانسان يخاف اكتر، بدا لغايه لما وصل الجن لقناعه ان الانس هم الذين ايه؟ يخافون، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايه؟ رهقه. بدا بقى من ساعتها الجن يتجرأ على الانس، ها؟ وبدا بقى ايه؟ يأمرهم بقى بالسحر والدجل ويأمرهم بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني ده أصل شيخنا اللي يخاف العفريت يطلعوا زي كده؟ ما هو اللي يخاف من العفريت يطلع له، خدت بالك؟ له مثال معارض، اللي تخاف منه مفيش أحسن منه. عايزين نوفق بقى بين المثالين. لو عملت اللي عليك تبقى، وبعدين يقول لك ايه؟ مع عفريت اللي ابن ادم هتعمل ايه انت بقى في المشكله دي؟ تمام. فبالتالي تجرأ الجن على الانس وعبدوهم لهم من دون الله عز وجل، وبدا بقى يحصل موضوع اللبس وموضوع المس وموضوع الصرع والكلام ده كله. تمام. بل كانوا يعبدون الجن، لان الكفار جعلوا بين الجنة وبين الله عز وجل نسبا، كما قال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الايه؟ فاستفتهم، ربنا يقول ايه؟ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لإيه؟ هيحضروا يوم القيامة وهيتسألوا سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. الملائكة بيقولوا إيه؟ وما منا إلا له مقام معلوم. إزاي هنعبد من دون الله؟ وإنا لنحن الصافون بنصف بين يدي الله عز وجل، وإنا لنحن المسبحون، نحن عباد نسبح الله عز وجل. تمام. فالملائكة عباد لله عز وجل. وجبريل لما وصل إلى سدرة المنتهى، ها، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم
يعني صعد وتجاوز ذلك. قال فرأيته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته كليه كالحلس البالي من خشية الله، كالثوب الخلق من خشية الله عز وجل. أهو ده جبريل رئيس الملائكة الذي له 600 جناح سد الأفق، والذي ضرب قرية قوم لوط بطرف جناح من أجنحته فرفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة عوية كلابها ثم قلبها رأسا على عقب. ومع ذلك عند ربنا لا، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خدت بالك الآية اللي قبلها ايه؟ طيب، وفي الآية في سورة النحل يخافون ربهم ايه؟ من فوقهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. لا، اللي بتدل على خوف الملائكة يسبحون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وفي سورة سبأ معنا هنا ها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بتقول الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة أشد خشية لله عز وجل، تمام، مع قوتهم، فهم عباد لله عز وجل، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طيب يا جماعة، أكثرهم يعني إيه؟ ها؟ لا، أكثرهم الضمير يعود على مين؟ على الإنس. مين الإنس دول كلهم؟ ولا الذين كانوا يعبدون الملائكة يدعون عبادة الملائكة، والذين يعبدون الجن في الحقيقة ها؟ طيب، أكثرهم اللي هم عباد الجن بهم يعني بالإيه؟ بالجن مؤمنون أي مصدقون. هنا المفسرون يقولون إيه؟ أكثرهم المقصود بها إيه؟ كلهم. أكثرهم المقصود بها إيه؟ جابوها منين؟ من الضمير السابق عليها على كلمة أكثرهم. ويوم أحشرهم جميعا أهو كلهم ها، ثم يقول الملك هؤلاء كلهم إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. كلهم برضو ما قالش أكثرهم كده، بل كانوا كلهم يعبدون الجن. فلما يقول أكثرهم بهم مؤمنون يعني كلهم بهم إيه؟ واضح كده يا شيخ؟ يبقى هو خد معنى أكثرهم إن هو كلهم من إيه؟ من السياق، الضمائر اللي قبل كده كلها تدل على الجمع بلا استثناء. فكل من يعبد غير الله فهم في الحقيقة مؤمنون بالجن ها؟ بشكل أو بآخر. يعني حتى اللي بيعبد الأصنام في الحقيقة هو بيعبد إيه؟ الجن، لأنه هو الذي أغواه وأضله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم اللي هو إيه؟ يوم القيامة. فاليوم يعني لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا في ذلك اليوم، ماشي، بعضكم لبعض. ما قالش ليه لا تملك الملائكة لكم نفعا ولا ضرا، لا تملك الجن لكم نفعا ولا ضرا، لا تملكون أنتم للملائكة نفعا ولا ضرا، لا تملكون أنتم للجن نفعا ولا ضرا. هيبقى نفي الملك هنا ايه؟ قاصر. لكن بعضكم لبعض عممها بقى تبقى على كله، مفيش حد يملك لحد نفع ولا ضر الا باذن الله. طيب، يوم القيامه ربنا يقول انا اقول ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها ايه؟ تكذبون. خلاص،
ذوقوا عذاب النار. الأمر هنا لمين؟ للكل برضك، بس النبادي كمان للمعبود، يعني للعابد والإيه؟ والمعبود، كله هيخش النار، واخد بالك؟ طيب هم بيعبدوا الجن، هيخشوا هم والجن النار، ما فيش مشكلة. طب هم بيعبدوا، طبعا الجن الراضي، هم بيعبدوا الأصنام، هيخشوا هم والأصنام النار. هم بيعبدوا الشمس والقمر، هيخشوا هم والشمس والقمر النار. هم يدخلون يعذبون، والشمس والقمر والأصنام تدخل النار، ليس على وجه التعذيب ولكن على وجه الاعتبار. يعني الصنم لما يخش النار، هل ده تعذيب للصنم؟ لا، واخد بالك، لكن إهانة له والعباد. طيب فماذا عمن عبد وهو لا يرضى، زي عيسى عليه السلام والملائكة؟ ها، هؤلاء يا جماعة يعني تبرأوا من ذلك، هم تبرأوا من ذلك، من عبادة من عبادتهم من دون الله عز وجل، تبرأوا من ذلك. طيب ومن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يأتي يوم القيامة فيتبع كل عابد من كان إيه؟ يعبد. خدت بالك؟ فيعبد عباد، فيتبع عباد النار النار، ويعبد ويتبع عباد الشمس الشمس، ويتبع عباد القمر القمر. طيب ما العباد عيسى وعباد الملائكة؟ ها، يمثل لهم شيطان على أنه عيسى، فيمشي أمامهم إلى النار فيتبعونه، وكذلك يمثل لهم شيطان على أنه الملائكة، أو شياطين على أنهم الملائكة، فيصيرون إلى النار فيتبعونهم، حتى إذا ما جاء الرب سبحانه وتعالى فكشف عن ساقه فيسجدون له، فيقولون أنت ربنا، قال وقد عرفتم، كيف عرفتم يعني؟ ها، فيقولون عرفناك بصفتك في الدنيا ونحن نعرفك في الآخرة، فيأمر الله بهم فيدخلون الايه؟ الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. في سورة السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ايه؟ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ايه؟ يرجعون. فالذي اللي هو العذاب، والتي هنا هي اللي ايه؟ الله، التي كنتم بها ايه؟ تكذبون بها، تنكرونها يعني، تكذبون الرسل الذين أخبروكم ايه؟ بها. طيب شبهة أخرى، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دو كده مجموعة شبهات أي ماشي كده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أول شبهة يقولون إيه؟ ما هذا إلا رجل مفترى، هذا أول شبهة. والثانية ها، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، دي أول شبهة. والثانية وما هذا إلا إفك إيه؟ مفترى. والثالثة وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر إيه؟ مبين. ثلاث شبهات أهي. خلينا في أول شبهة، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان، هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل له ذكر في الآيات؟ ها، ما فيش ذكر واضح، ما فيش ذكر صريح، صح؟ طيب وبعدين ما هذا إلا إفك مفترى. الثانية بقى اللي هو هذا إيه؟
طب ما تقولش ليه ان هذا نفسه هو النبي برضه؟ طب وهل القرآن له ذكر صريح؟ طيب ها؟ السياق جميل. طب القرآن فيه؟ خد بالك شيخ، وإذا تتلى هناك تال ومتلو صح؟ إن هذا إلا رجل هو التالي الذي يتلو القرآن. خدت بالك؟ وما هذا إلا إفك مفترا، هذا إلا إفك مفترى اللي هو المتلو اللي هو القرآن. وبرضك وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين اللي هو برضك إيه؟ القرآن. ماشي كده؟ طيب قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ده شيء عجيب صراحة، شيء عجيب يعني. يعني هو يعني تصوير الحق في صورة الباطل المقيت كمان، مش باطل عادي. يعني الرجل ده جاي يصد عن العبادة. انت متخيل اللفظ كلمة يصد شدة هذا اللفظ؟ ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد إيه؟ آباؤكم، يمنعكم عن عبادة الآلهة التي كان يعبدها إيه؟ آباؤكم. الله. طيب وبعدين؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كده رجل جاي يعني إيه؟ يضل الناس على كلامهم هم، زي ما قالوا إيه؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا إيه؟ واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء إيه؟ يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. واخد بالك؟ ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ودي قضية صعبة جدا، مسألة اتباع الآباء والأجداد حتى لو كانوا على الباطل. واخد بالك؟ يعني لما أتباع مسيلمة أهل اليمامة كانوا يقاتلون معه، فبعدما هزموا وقتل مسيلمة، فأبو بكر بيسألهم يعني يقول لهم ألستم كنتم تعلمون أن مسيلمة على الباطل يعني على الكفر؟ قالوا بلى. قال فما دعاكم لاتباعه؟ قالوا قلنا إيه؟ كذابوا إيه؟ لا العكس، كذابوا ربيعة خير من صادق إيه؟ مضر. يعني العصبية. خدت بالك؟ طيب وقالوا ما هذا إلا إفك إيه؟ مفترى. الإفك اللي هو الإيه؟ أفحش الكذب، مش كذب عادي، أفحش الكذب. يعني حتى لو قالوا ما هذا إلا كذب، لا، لكن إفك ومفترى كمان حاجة صعبة جدا. يعني أفحش الكذب وكمان مفترى. وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر إيه؟ مبين. إن هذا يعني ما هذا إلا سحر مبين اللي هو القرآن يعني. والكلام ده يعني كانوا يعلمون أنه الحق ومع ذلك يعاندون، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ماشي، ومع ذلك كذبوه لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صباحا. ها وبعدين اجتمع له قريش حتى إن من غاب أرسل من ينوب عنه. قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. كانوا يلقبونه ليه؟ صادق الأمين. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب إيه؟ شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة إيه؟ المسد، تبت يد أبي لهب إيه؟ وتب. وقال الذين كفروا الحق لما جاءوا من هذا لسحر مبين. الوليد بن المغيرة لما اختاروه ليذهب ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتفاوض معه وسمع معه منه القرآن ورجع، فرأوه
فقال والله لقد رجع الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فقال لهم يعني إني أعلمكم بالشعر وأعلمكم بالسحر وأعلمكم بالكهانة وأعلمكم مش عارف إيه وما هو بذلك. وبدأ يوصف القرآن ويقول إيه إن له إيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن على لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر إنه يعلو ولا يعلى إيه عليه. أبو جهل يعني احتال له حيلة وقال إن قومك يجمعون لك المال وأتاه ببعض المال وقال لهم جمعوه لك لأنهم يزعمون أنك تريد أن تتبع محمدا إيه لتصيب من طعامه. فطبعا الوليد بن غيرة كان الوحيد يعني لقب كده بالوحيد وكان أغنى أهل مكة وكان هو صاحب الرفادة والوفادة والسقاية واللواء وسبق نحن بقينا الكلام ده مش كده. لو واحد فقير انت قلت له ذلك هذا ايه سيزعجه ويعتبره اهانه، ما بالك بقى ملياردير مكه يقال له ذلك يبقى انت عاوز ايه تاني. فقال والله ما امنت به، والله ما اتبعته، عايزين في التهمه عن نفسه. قالوا فقل فيه شيئا. هيقول ايه طيب؟ ده هو لسه مدلي بتصريح مكسر الدنيا ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه، ما فيش حل الا ان هو كذب نفسه. وذلك ربنا قال لك ايه؟ انه فكر وقدر، فكر وحسد فقتل، لعن كيف قدر، كرر تاني، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر مش لاقي، وفي الاخر ايه؟ ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر ايه؟ يؤثر اللي هو القران، ان هذا الا قول الايه؟ البشر. هو يعلم الحق تمام. الرد على الشبهات دي ايه؟ ها هم دلوقتي طعنوا في ايه يا جماعه كده في 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 في, في الايتين دول؟ طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الوحي اللي هو القران، صح كده؟ طيب بدا بالايه؟ بنفي الشبهه عن الوحي. وما اتيناهم من كتب ايه يدرسونها، وثنى بنفي الشبهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. طيب ليه هم بدأوا بيه الأول يا جماعة؟ بدأوا بالطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم الأول وثنوا بالإيه؟ بالطعن في القرآن. طيب أيهما أولى بالرد؟ ها الطعن في القرآن أولى من الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كلام الله صفة من صفات الله. مش معنى كده نحن بنقلل من شأن الطعن في الرسول، لا أبدا، لكن القرآن يعلو على كل شيء. ممكن يكون من قبيل اللف والنشر، ده وجه آخر صحيح، اللف والنشر المشوش مش المرتب. يعني يبدأ بالأخير، يعني إيه بدأ بالأخير؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وأما الذين ابيضت، واخد بالك؟ فبيسموه المشوش او غير المرتب. نعم نعم ممكن حضرتك تكمل لحد الشحاد اللي وصل قدام حوالي ثلث ساعه. تمام ماشي. فهنا بدا بالرد على ايه؟ على شبهه الطعن في القران الكريم. وما اتيناهم من كتب ايه يدرسونه، يعني وما آتيناهم يعني وما أنزلنا عليهم من قبل القرآن كتبا يدرسونه، يعني ما قالهمش الوحي قبل كده. فبناء على ايه بيطعنوا في القرآن؟ ايه منشأ الطعن في القرآن عندهم؟ طب انتوا لا جالكوا كتب ولا جالكوا حاجة، على اي اساس بيطعنوا في القرآن؟ بتقولوا عليه سحر وقفكم مفترى. طب الكلام ده جبتوه منين؟ وبعدين أنتم كنتم تحتجون على أهل الكتاب بأن لو جاءكم كتب من عند الله ستكونون إيه؟ أهدى منهم. كأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اليهود والنصارى يعني، وإن كنا عن عبادتهم لإيه؟ عن دراستهم لإيه؟ لغافلين.
أو تقول أهو لو أن إيه أنزل علينا الكتاب لكنا إيه لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم أهو جه الكتاب اللي أنتوا عاوزينه جه اللي هو الإيه قرآن. مش أنتوا بتقولوا إحنا كان لو نزل علينا كتاب كنا هنبقى أحسن منكم يا يهود ونصارى؟ طب أهو جالكم الكتاب عملتوا إيه؟ كذبتموه. أنت واخد بالك شيخ؟ زي إيه؟ زي الآية بتاعة سورة القصص عن اليهود بقى النبادي. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا لولا إيه؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أنتم مش كفرتوا باللي جيب موسى أصلا من الأول؟ أنتم بتتكلموا إزاي؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران اللي هم القرآن واللي والتوراة تظاهرا تعاونا وإنا بكل إيه كافرون. طب يا جماعة قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى إيه منهما أحسن من التوراة والقرآن أتبعه. لو لقيت لو جبتوا كتاب زي ده أهدى من القرآن والتوراة أنا أول واحد هيتبع إن كنتم إيه صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لهادي القوم إليه الظالمين. وما أتيناهم من كتب يدرسونها. خلاص كده ده رد الطعن على القرآن. وما أرسلنا إليهم قبلك إيه من نذير. العرب لم يأتهم رسول قبلك يا محمد، فعلى أي أساس يطعنون فيك؟ كلام ده لو جالهم رسول قبلك وكان صادقا واتبعوه وجيت انت وجم طعنوا فيك قد يكون لهذا وجه، إنما ده انتم ما جالكمش رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين العرب كانوا إذا يعني حزبهم أمر كانوا يسألون أهل الكتاب قبل ما يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا بيسألوا أهل الكتاب، يروحوا يبعثوا حد المدينة يروح يسأل إيه يا جماعة الموضوع ده، فيقولوا لهم، فكانوا يسمعوا كلام أهل الكتاب. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أرسلت قريش إلى اليهود في المدينة أهذا نبي؟ فقالت اليهود نعم هو نبي، فكفروا بالكل. وقال الذين كفروا ده في سورة سبأ. لا دي غير دي، في سورة سبأ نفسها اللي احنا اتكلمنا عنها قبل ذلك المرة السابقة. وقال الذين كفروا ايه لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. خلاص لا دي هو لا دي، رفضوا كل لما عرفوا انه الحق. واخد بالك؟ وما أرسلنا إليهم قبلك إيه من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يبقى دعوة للاعتبار، يبقى رد الشبهات الأول، وبعد كده ذكر لهم الأمم السابقة وما جرى لهم ليعتبروا ويتعظوا. قال لهم وكذب الذين من قبلهم، يعني الأمم التي كانت قبلهم كذبوا إيه رسلهم. وما بلغوا، وهو الجماعة لمين؟ قريش. أحسنتم. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، الضمير ده لمين؟ الأمم السابقة. يعني إيه؟ يعني وما بلغت قريش في القوة والتقدم والكثرة ومكاسب الدنيا معشار ما أعطى الله الأمم السابقة. ولما كذبوا رسل الله ما استعصوا على الله عز وجل وأهلكهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا إيه من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد واللي حيكفر إن ربك إيه لبالمرصاد وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم يعني ما أوتيت قريش من قوة ومال وجاه وإلى آخره لا يساوي إيه معشار ما أعطى الله الأمم السابقة. إيه المعشار ده يا جماعة؟ قالوا المعشار هو العشر يعني واحد على عشر. قال لك لا ده المعشار عشر العشر يعني واحد على إيه؟ على مية. قالوا لا ورجحوا القول الثالث ده المعشار هو عشر عشر العشر يعني واحد على ألف. يعني اللي انتوا فيه يا قريش ما يجيش واحد على ألف من الذي اعطيته الأمم الايه السابقة. ومع ذلك لما كذبوا الرسل ما استعصوا على الله وأهلكهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا ايه يكسبون. خدت بالك؟ وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري. لا مش صيغة تصغير. لا مش صيغة تصغير. تصغير في المعنى لكن مش في اللفظ بالضبط كده. ماشي. فكيف كان نكيري. فكيف كان نكيري كيف هنا مش ايه مش استفهامي ده كيف هنا خبري لأنهم يعلمون يعني ايه الامم السابقه جنبهم عاد وثمود واخد بالك والقرى بتاعتهم جنبهم والقصص بتاعتهم معروفه عندهم وقصه قوم لوط وقصه اهل مدين والامم المعذبه دي جنبهم وعارفينها وعندهم اشعار عليها وبيمروا على بلادهم. خد بالك ربنا لما اتكلم عن قوم لوط بيكلم قريش وان لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا إيه في الغابرين. وبعدين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكانوا يمرون على قرية قوم عاد وعلى قرية قوم ثمود ومع ذلك إيه يعلمون عندهم يقين أن هؤلاء عذبوا وأهلكوا بسبب إيه كفرهم بالله عز وجل. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير يعني فكيف كان نكيري كيف كان نكالي بهم وتعذيبي لهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلى لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد إلى آخر الآيات. تمام. طيب المقطع ده حد له استفسار عليه؟ تفضل. بل كانوا يعبدون الجن مشركون مؤمنون في سورة النحل. ده فين الآية؟ هات للآية. نما سلطانه على الذين اتبعوا الهوى ان هم يشركون. ده شيطان. واذا بدلنا آية المكان آية. السؤال ايه؟ السؤال في هنا قال اكثر بهم مؤمنون وفي سوره النحل الله يعني يشركونه في عباده الله. واخد بالك؟ وبعدين هم لما بيعبدوا الملائكه بيدعوا عباده الملائكه او بيعبدوا الجن هل يقولون انهم يعبدون الجن وحدهم او يعبدون الملائكه وحدهم؟ ولا يعبدونهم مع الله؟ هم لما تسألوا عن عبادة الأصنام قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إيه؟
إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء إيه شفعاؤنا إيه عند الله، مش كده؟ فهم مقرون بالله بمعنى توحيد الربوبية، وحتى مش كله يعني مقرون بأن الله هو الإيه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون المالك له، كل ده هم مقرين به، لكن لا يقرون أن الله هو الذي له الأمر والحكم والتشريع والسيادة والطاعة، هو البند الثالث من بنود توحيد الايه توحيد الربوبية. يعني هم متفقين معنا في بندين اثنين، إنما الثالث اختلفوا معنا فيه، تمام؟ فهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون، يؤمنون بالجن يصدقونهم، خدت بالك؟ ويؤمنون بهم. هل معنى ذلك أنهم لا يؤمنون بالله معهم؟ ها، هل يلزم ذلك؟ لا. نعم شيخنا، الشبهات اللي حضرتك القرآن ذكرها زي مثلا الآية الأولانية نحن أكثر أموالا وأولادا، الشبهة الثانية أي وقالوا ما هذا إلا رجل، هل هذه شبهات يقصد بها في القرآن أنها قيلت لجميع الأنبياء أو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ أول آيات بتعرض أن هي الشبهات دي ذكرت ردا على النبي صلى الله عليه وسلم وردا على القرآن، واخد بالك؟ والناظر في قصص الأنبياء السابقين وأممهم يجد أن الشبهات متقاربة جدا، تكاد تكون واحدة، يعني تكاد تكون الشبهات واحدة. نعم. السبب الرئيسي يا شيخنا وراء عدم قبولهم القرآن يظنون وعدهم أنه من عند الله والله في أسباب لرفضهم للقرآن ولرفضهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن وإيه على رجل من القريتين عظيم، يعني قالوا القرآن ده حلو ما عندناش مشكلة فيه، بس لو كان نزل على حد تاني، كان نزل على الوليد بن المغيرة مثلا في مكة، ولا كان نزل على عروة بن مسعود في الطائف، طبعا قبل أن يسلم عروة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، خدت بالك؟ كان نزل على حد برضو ايه من العظماء بتوعنا كنا ماشينا وراه، انما مشكلته انه نزل على واحد يتيم فقير، فلا مش هنتبع احنا. نعم. وفي آية ثلاثة لهم يكذبونك. نعم. وفي آية ثلاثة لهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. صحيح، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو الأخ نصر بن شريق لما راح لأبي جهل البيت وقال له يا أبا الحكم أسألك بالله إلا أخبرتني أمحمد على الحق أم على الباطل؟ قال بل على الحق. خرب بيتك، طيب فما منعك أن تتبعه؟ طب وما دام على الحق ما اتبعتوش ليه؟ قال إنا كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهاء يسقون ونسقي ويطعمون ونطعم، ها أما وأن منهم نبي وليس منا نبي فلا، يعني لو كان النبي جي من عندنا كنا هنمشي وراه كنا هنتبعوه، إنما من عند الجماعة التانيين دول لا، بني عبد المطلب هم يبقوا أحسن مننا، هم عندهم نبي وإحنا كمان نتبعه، لا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل سيدنا وما أتيناه كتب يا رسولنا وأرسلنا إليهم قولك من نبي. نعم. لو كانوا كما كان بني اسرائيل يعني كان اساسهم انبياءهم، مش كان ده قابل على قبول رساله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من الاولين اليهود يقبلوا الاسلام، ما اليهود كانوا موجودين وكانت اساسهم الانبياء، ما قبلوش ليه؟ في مصالح، في مصالح دنيويه كثيره، يعني تخيل لما تبقى مكه دي عايشه مثلا على تجاره الاصنام وسياحه الحج والزيارة، واخد بالك؟ كل دول جايين وعمالين يجهزوا لهم طول السنة بقى الأصنام ويزينوها ويعملوها ويزينوا الكعبة ومش عارف ويعملوا إيه، ويجوا بقى إيه الناس عاوزة تاكل ولا تشرب، أهل مكة يبيعوا لهم بقى بالدولار وباليورو، واخد بالك؟ وبعدين أنت جاي تقول لنا ده كل ده غلط، يبقى أنت هتوقف حالنا يا عم، أنت هتوقف حالنا، طب هنعملوا إيه؟ طب نروحوا فين؟ هنروحوا فين؟ هناكله منين ونشربه منين؟ لا ده احنا لازم نحاربك بكل قوة، ده انت هتبوظ لنا ارزاقنا، هتعطل علينا. واحد تمام، انت كده هتعطل علينا، لا احنا مش هنتبعك ومش هنتبعك وبس، ده احنا هنحاربك بكل قوة عشان ما توقفش حالنا عشان اكل عيشنا، تمام؟ نعم.
الكلام ده يا دكتور ما تذكرش في القران خيال يا شيخ ما تذكرش ان هم اليوم مبارك الاقتصاد مش سامع كل شيء ما كانش لهم خرب الاقتصاد ظهر في القران يا شيخ خرب الاقتصاد لا انت لازم تجمع الايات على بعضها وتجمع بقى الايه مواقف السيره واخد بالك وزي ما قلنا ان مش ده السبب الوحيد ده من ضمن الاسباب وربنا عز وجل لما قال ايه يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم ايه ايه العيله فسوف ايه يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم فكان في اسباب متعدده لرفضهم الايه الاسلام والقران من اقواها هذا السبب كذلك اتباع الاباء والاجداد تعصب للعيله والقبيله وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا خوفهم على انفسهم من الايه من البلاد التي حولهم خدت بالك فاسباب متعدده نعم طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك